وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد معنا على شاشة إكسترا نيوز. يعني وتابعنا منذ قليل مؤتمر منتدى الأعمال المصري الصربي بحضور السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. تفضل دكتور محمد. الحقيقة يعني مثل هذه اللقاءات وهذه يعني روابط الصلة خاصة الاقتصادية ما بين دولتين بتربطهم طبعا علاقات تاريخية وثيقة بتكون طبعا ذات أهمية كبرى. كون يجتمع مجلس رجال الأعمال من مصر وبين صربيا فده بيفتح أفاق استثمارية مهمة جدا ما بين البلدين، خاصة وأنه هناك هدف مشترك وهو تعزيز حجم النمو والتبادل التجاري ما بين الدولتين. الحقيقة يعني هي أرقام ضئيلة إلى حد ما، ولكن هناك اتفاقات وهناك رؤى مشتركة وهناك شبه يعني نوع من التحالف ما بين مصر وصربيا لزيادة المكانة الاقتصادية ما بين الدولتين، وده بنشوفه على مستوى طبعا كبار رجالات الدولة. اجتماع السيد الرئيس أمس مع صربي، اجتماع النهاردة دولة رئيس الوزراء مع الرئيس الصربي، طبعا ده بيؤكد على الهدف المشترك وهو تعزيز حجم ونمو التبادل التجاري ما بين الدولتين. وزي ما قلت لحضرتك يعني هناك منتجات مصر قادرة على تصديرها إلى صربيا، وهناك أيضا منتجات بتحتاجها مصر من دولة صربيا، وبالتالي المصالح مشتركة ومتبادلة ما بين الطرفين. نعم. طيب دكتور محمد، يعني اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت والتي أو سوف توقع بين الجانبين، أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دولة مثل دولة صربيا، خاصة أنها تعتبر بوابة منطقة البلقان؟ بالطبع طبعا دولة صربيا هي دولة محورية في هذه المنطقة، ومصر تربطها علاقات استراتيجية مهمة جدا. توقيع مثل هذه الاتفاقيات التجارية بيفتح أفاق التعاون المثمر في المستقبل، خاصة في التعاون أو المجال الاقتصادي. ومصر مؤهلة النهاردة في اقتصادها، هي بتحتاج إلى صناعات مهمة جدا من مثل هذه الدول. احنا داخلين على صناعات زي صناعات النقل، وبيحصل نوع من التوطين لمثل هذه الصناعات في دولة مصر. مصر بتشتهر بالمنتجات الزراعية، و يعني خاصة ما يسمى بالفاصوليا اليابسة تصدرها إلى دولة صربيا. ده طبعا بيكون مهم جدا خلال الفترة القادمة. وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات زي ما قلت لحضرتك ده بياخد نوع من توثيق التعاون والشراكة ما بين دولتين. نعم. دكتور محمد، السياسة التي تنتهجها مصر، السياسة الخارجية طبعا في المجال الاقتصادي، أول انفتاح على دول العالم، دول جديدة، ويمكن دول كانت علاقات طبعا هناك علاقات تاريخية بين مصر وبين دولة صربيا وبين كل دول العالم، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت مصر يعني تهتم بفتح آفاق جديدة في التعامل في العلاقات الخارجية وبلاد مختلفة عن البلاد التي كانت تتعاون دائما معها في السابق. هل ده يفيد الاقتصاد المصري، يفيد التبادل التجاري المصري والصادرات والواردات المصرية؟ وخد بال حضرتك احنا كنا يعني لعقود طويلة جدا كنا حابسين الوجهة الواحدة، ان احنا بنتعامل مع وجهة واحدة فقط في العالم. النهاردة وخاصة بعد يعني 30 يونيو 2013 واستقلال القرار الوطني، أصبح التنوع والمرونة موجودة في الاقتصاد المصري بشكل كبير. ده شايفينه مثلا في تنويع مصادر الطاقة، في تنويع مصادر السلاح، في تنويع مصادر الدواء، في تنويع كافة الأشياء اللي ممكن مصر بتحتاجها أو بتستوردها. أيضا وجهات مصر للصادرات بدأت تاخد أفاق مهمة جدا. التعاون الاستراتيجي ما بين مصر وما بين دول العالم كافة بياخد طبعا أبعاد مهمة جدا، واتفاقيات ورؤى متبادلة ما بين كل دول العالم. لأنه حضرتك النهاردة لازم أو لابد ليك من الانفتاح على هذا العالم، بحيث أنك تقدر تستفيد من المزايا النسبية اللي موجودة عند الآخر، والآخر أيضا يقدر يستفيد من المزايا النسبية اللي موجودة عند حضرتك. فتنوع المصادر بشكل عام في الاقتصاد واعتماد الاقتصاد على مصادر بديلة، ده طبعا بيؤهلك أنك تقدر تاخد قرارك بشكل سليم. احنا كان عندنا أزمة القمح الشهيرة لما حصلت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا.
وعلشان طبعا احنا بنعتمد اعتماد شبه كلي، احنا بنستورد تقريبا 87% من القمح من هاتين الدولتين. فعلشان حضرتك تتخلص من هذه الازمه كان لابد ليك من انك تقدر تنوع مصادر الحصول على القمح الى حين يكون عندك نوع من الاكتفاء الذاتي مستقبلا منه او شبه اكتفاء ذاتي مستقبلا منه اللي هو هذا المنتج الاستراتيجي بالذات. فطبعا فكره التنويع دي فكره مهمه جدا، وفكره كان لابد ان تحدث منذ عقود طويله، هي ما حصلتش الا في الفتره الاخيره باستقلال القرار الوطني، وانه حضرتك تكون سيد قرارك وانك تقول والله انا هعتمد على المصادر فعلا اللي بتحقق لي اقتصاديات ان هي بتكون فيها عوائد كويسه او تكلفه اقل او مخاطر اقل، وده حقك كبلد ذات السياده وحقك في استقلاليه القرار الوطني الخاص بيه. نعم. طيب أستاذ محمد، أيضا مصر تعتبر يعني وجهة بالنسبة لصربيا أو بالنسبة لدول البلقان باعتبار أن مصر بوابة أفريقيا، هل لديك من معلومات حول السلع مثلا التي تحتاجها صربيا أو المنتجات التي تحتاجها صربيا، بالإضافة طبعا زي ما سيادتك ذكرت المنتجات الزراعية وأيضا السلع أو المنتجات التي تحتاجها مصر من صربيا، وأيضا يعني أهمية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، هل ماذا تعني توقيع أو يعني توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين؟ هو حضرتك النهاردة يعني هبدأها من نهاية سؤال حضرتك، هو النهاردة احنا بنشوف ان دولة صربيا فيها ميزة نسبية احنا محتاجينها. دولة صربيا بتتميز ببعض الصناعات، على سبيل المثال صناعة الذرة الصفراء او الذرة الصفراء، الخشب الزان، الجرارات، ودي حاجة مهمة جدا مصر بتحتاجها في الوقت الحالي نتيجة طبعا دي التطور الرهيب اللي حاصل فيه. نعم، والتوسع في المجال الزراعي. نعم نعم نعم، وحضرتك النهارده بتحاول توطن هذه الصناعه عندك في مصر، وانت عندك اللي ماسك الملف النهارده الفريق كامل الوزير، وواخد طبعا يعني كان رئيس الوزراء للتنميه الصناعيه، وبالتالي انت النهارده محتاج توطن هذه الصناعه عندك، ودوله صربيا الحقيقه ليها دور مهم جدا في هذه الصناعه. دوله صربيا بتبص لمصر على ان هي زي ما قلت لحضرتك البوابه الخاصة بإفريقيا. فعلا السوق المصري هو سوق تقدر تنفتح منه على كل دول إفريقيا خلال المواني اللي عندك، احنا بنتكلم على اكتر من 60 ميناء ومرسى موجودين في مصر، وبالتالي انت تقدر تستخدم او كدولة صربيا يعني تقدر تستخدم هذه الادوات في الدخول لسوق إفريقيا. اتفاقية التجارة بشكل عام زي ما قلت لحضرتك هي نقطة البداية لتوسيع دائرة التبادل التجاري ما بين الطرفين. حجم التبادل التجاري لازال يعني في حدود ضيقه جدا، احنا بنتكلم تقريبا على 115 لاقرب الارقام 115 مليون دولار ما بين الدولتين، ودي نسبه اتصور ان هي منخفضه شويه او الى حد ما. يعني مثل هذه الاتفاقيه اتصور ان هي هتوسع مزيد من الاستثمارات خلال الفتره القادمه. اجتماع رجال الاعمال او مجلس الاعمال الصربي المصري الصربي اتصور انه هيكون فيه فتح الافاق الاستثماريه خلال الفتره القادمه، وده من شانه طبعا تعزيز تعاون اقتصادي وتفاهمات سياسية أيضا إلى جانب التفاهمات الاقتصادية. نعم، الشكر الجزير لحضرتك دكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز.